احنا كمان ربنا سعداء بيكتر اكيد بوجودك. وتعالى نبتدي بكابتن سامي قمصان، ناخد من اخر كلام قالته نهاوند. الحقيقه في شبه اجماع من ناس كتير جدا، ومنهم طبعا المتخصص ومنهم المشاهد او الجماهير العاديه، شافوا ان ماتش امبارح هو اقوى اختبار اتعرض له كابتن سامي قمصان، واقوى لقاء خاضه كمدير فني او كمدرب للفريق الاول. انت تتفق ولا عندك وجهه نظر مختلفه؟ لا اكيد طبعا، يعني بيراميدز فريق قوي جدا، يمتلك عناصر جيده جدا من افضل العناصر الموجوده في مصر، حتى اللعيبه المحترفه عندهم على قدر عالي جدا من الامكانيات والقدرات طبعا. يمتلكوا مدير فني بيلعب كوره بشكل منظم جدا وشكل جيد، يعني كل المقومات موجوده. الكابتن سامي طبعا بيقابل ده بذكاء عالي جدا، قدر يدير المباراه بشكل جيد. عنده مجموعه او عنده عدد غيابات كبير، لاعبين مؤثرين جدا، قدر يعني قدر يتعامل مع المباراه بذكاء، وقدر انه يستخدم النقص ده او النقص العددي او النقص اللي موجود كاصابات في الصالح العام، يدي دوافع للعيبه اللي موجوده ان انت تقدر، وان دي الوقت بتاعك، انه في لعيب زي كوكا ده اضافه كويسه قوي في نص الملعب، اداله الثقه. لعيب زي حسام حسن امبارح اداله الثقه وشغاله من بدري، اتعامل مع المباراه في الشوط الاول بشكل، ولعب الشوط الثاني او بدا الشوط الثاني بشكل ثاني، كان طريقه 4-3-3 وقفل المساحات في عمق الملعب، وساب الاطراف. يمكن الاطراف في نادي بيراميدز كانت الاقل فاعليه، لان انت هتعرف انه مجموعه قلب الملعب في بيراميدز هي الاقوى، قفل عليها بشكل كويس جدا جدا الكابتن سامي قمصان بذكاء عالي جدا، عمل تكتيك يتناسب مع قدرات لاعبي بيراميدز ويتناسب مع قدرات لاعبي النادي الاهلي. ساب يمكن منطقه الاطراف في بيراميدز لم تكن الاقوى بغياب عمر جابر ناحيه اليمين ومحمد حمدي الباك ليفت، عندهم غيابات في الاطراف، قدر الكابتن سامي يقفل في عمق الملعب هو الاكثر خطوره، وساب اطراف الملعب يمكن ما شفناش خطوره قوي من على الاطراف ككروسات او كرات بينيه بتتعمل من احمد فتحي او من الناحيه الثانيه من حسين السيد قبل ما يخرج، او احمد سامي لما حل بديلا بعد خروج حسين السيد للاصابه. فانا شايف ان الكابتن سامي قمصان اتعامل مع المباراه بشكل كويس جدا، قفل مساحاته بشكل كويس جدا، بدا يلعب المباراه الثانيه، ويمكن الهدف اللي احرزه النادي الاهلي مبكرا عن طريق طاهر محمد طاهر ادى اللعيبه ثقه اكتر وحسسهم ان هم ماشيين في الخطى الصحيح او في الطريق الصحيح، ان احنا التكتيك بتاعنا بنجني ثماره دلوقتي بهدف ومتقدمين. الفرقه بدات تلعب على الهجمه المرتده بشكل كويس جدا عن طريق محمد مجدي قفشه، كان محطه كويسه وكان بالظبط على تالقه بالظبط، يمكن يعني في الوقت اللي كان فيه ديانج مش في حالته في اول 25 دقيقه يمكن، لكن بدا يرجع مع المباراه، خد الثقه، اكتسب الثقه، لسه راجع من اصابه. لكن كوكا كان مدي جهد عالي جدا في نص الملعب، كان بيأدي برجوله، خفف الضغط شويه عن السوليه وعن ديانج، عوده ديانج من اصابه والسوليه يمكن بيعاني من اجهاد بقاله فتره نتيجه المشاركه المستمره مع سواء في النادي او في المنتخب طبعا. فلا كوكا عمل مباراه امبارح كبيره، الكابتن سامي انا بحييه على المباراه، قدمها بشكل كويس جدا وطلع المباراه بالاحتياجات اللي هو محتاجها باداء، حتى لو على المستوى الدفاعي كان جيد جدا، وكان بيعمل التحولات الدفاعيه للهجوميه. الديفنس لسه هنرجع له، الديفنس ادى او الاثنين قلب الدفاع ادوا بشكل كويس جدا، سواء رامي ربيعه او سواء ياسر ابراهيم، الاثنين عملوا مباراه كبيره جدا امبارح، قفلوا بشكل جيد جدا على مجموعه كويسه قوي، بيعرفوا يلعبوا في عمق، يعني بيعرفوا يلعبوا في المساحات الضيقه بشكل كويس. انت عندك عمر عبد الله السعيد، عندك اسلام عيسى، عندك رمضان صبحي، عندك يعني عندك مجموعه لقدام في نادي فخر الدين بن يوسف، عندك مجموعه لقدام في بيراميدز، مجموعه عاليه جدا جدا، بتعرف تستلم كويس، بيلاقوا بعض بشكل كويس. هما كان الاستحواذ الاكبر امبارح من بيراميدز، خلينا نقول ما فيش مشكله، بس انت قدرت ان انت تلعب على الهجمات المرتده بشكل ذكي جدا امبارح، يعني وقدرت كمان نقطه وقدرت كمان تخلي الاستحواذ ده سلبي مش استحواذ ايجابي بدون فاعليه بالزبط. يعني انت كنت بتوصل عند ال 20 ياردة او ال 25 ياردة اللي قدام مرماك،
ما فيش اي خطوره خالص، انت بتيجي عندك عند المنطقه دي والخطوره بتقف. صح. فانا شايف ان انت الاستحواذ كان في منطقه خط الوسط بشكل كبير، وده نجاح للنادي الاهلي. اول مره اشوف النادي الاهلي اللعيبه كلها تحت الكوره في التزام تكتيكي بشكل كويس، حاسين بالمسؤوليه. من الايجابيات اللي عملها الكابتن سامي قمصان ان هو ادى او اعطى لاعبي الاهلي روح جديده، واداهم ثقه جديده للعيبه بالذات اللي هي كانت فقدت الثقه في الفتره اللي فاتت مع مستر موسيماني. صحيح. انا شايف ان هو ادى حملهم المسؤوليه، حملهم يعني حسوا ان احنا كلنا في مركب واحده لازم. هو الفكره كمان بلغه الارقام، لو كلمت كابتن سامي لعب 5 مباريات فاز عفوا في 4 وتعادل في 1، فده كتوتل ده شيء عظيم جدا. طبعا طبعا منهم مباراتين كبار جدا، يعني مباراه الزمالك تعادل 2-2 بعد مكسب، وبعد كده تاخر ب 2-1، وبعد كده قدر ان هو يعود تاني للمباراه بتعادل. ومباراه بيراميدز من الفرق القويه جدا. صحيح. وعنده عناصر جيده جدا. انا شايف ان امبارح المباراه اديرت بشكل كويس جدا من جانب كابتن سامي قمصان، وانا شايف انه مشروع مدرب كبير جدا ان شاء الله يستفيد منه الاهلي الفتره المقبله ان شاء الله.